الوفاء والصبر والود والعشرة. ما فيك من وديان واد مجردة ومليان، ما فيك من وديان واد مجردة ومليان. لا يوم عنا تهوني يا زينة البلدان، لا يوم عنا تهوني يا زينة البلدان. يم السواعد صم يا تونس الخضراء، يم السواعد صم يا تونس الخضراء. أهلا بكم في سهرية جديدة مع اضحك معنا على قناة التاسعة. اليوم الثلاثاء 14 جانفي 2020، إن شاء الله كل عام وإحنا حين بخير. اليوم تتعدى 9 سنوات على ثورة الحرية والكرامة، كل عام أنتم حين بخير. السهرة سبيسيال كالعادة باش يرافقنا فيها صادق حلواس، رانيا الدومي، طارق بعلوش، نعيمة الجاني، سعد السيداني، لبنى سديري، شادلي عرفاوي، فوزي بن جمرة، مريم بن مامي، ومجد بالغي. برفع عليها من قبيل يا سبحان الله، باش يطيروا طياره اصلا. برافو برافو، ان شاء الله كل عام انتم حين بخير. يلا كلمه سبيسيال، ومن بعد كلمه سبيسيال كل واحد على اليوم 14 جانفي. 9 سنين تعداو، مهما كان النقد اللي نواجهه للواقع توا، لانه تونس كي نشوف وضعيتها قدام الدول اللي صارت فيهم تحركات الكل، الحمد لله معناتها تسمى من 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 اريض البلدان ومن اضمن البلدان من الناحيه الامنيه ومن ناحيه التضامن وغيره. دونك ان شاء الله المستقبل يكون خير. يلا صدق معناتها الله يرحم ساعة الشهداء الكل، واحنا اللي عايشين اليوم من حريه الكلمه ومن اللي صار البارح نوفل، اللي صار نهار الجمعه في مجلس النواب ما كناش نحلموا به. صحيح معناتها صحيح انه وخرت حكومه، ولكن انك نواب تطيح حكومه هذا معناتها ما كنتش تحلم به اصلا. حاجه ما تصير في حتى دوله عربيه. مكسب. ومعناتها هذه اش معناتها مكسب نتاع الديمقراطيه. صحيح معناتها اجتماعيا واقتصاديا البلاد لتو ما تشددش بلاصتها، ولكن بحول الله مستقبل تونس ديما خير، ونتفائلوا انه مستقبل تونس خير، وانه صغارنا باش يعيشوا في بلاد فيها ديمقراطيه، فيها حريه، فيها انتخابات حره، فيها انتخابات مباشره، فيها معناتها هو الحريه تقول كلمتك وما تخشى انك تدخل الحبس كما قبل ولا تتمرمد. ولا الامريكان يقولوا بالعدل والحريه نجموا نبنيوا اقوى دوله في العالم. عندنا الحريه مازال العدل، كان يخلط العدل وقتها تولي اي صحيح، وقتها تولي اقوى دوله في العالم. رانيا بون، نحب نهني الشعب التونسي كل بعيد الثورة، كيف كيف نحب نترحم على أرواح الشهداء الكل، إن شاء الله ربي يصبر عائلاتهم. نحب نقول اللي كما قلت أنت بكري نوفل، أنه بلاد عربية كما تونس أنه توصل للستاد هذايا بعد 9 سنين من غير دي ديغا، الحمد لله يا ربي. أما الحاجة الوحيدة كما فما برشا شباب ولا واعي، فما برشا شباب ولا ناقم، نحب نقول لهم ما تفقدوش الأمل، راهي تونس مزيانة، راهي بلادنا حلوة، اخدموا حبوا اللي تخدموه، تشبعوا بطاقة الإيجابية وبقدرة ربي، ما فما كان الخير وربي باقي ستر على بلادنا. إن شاء الله يعطيك الصحة. طارق الله يرحم اللي ماتوا، وإن شاء الله ربي يرحمهم شهداء تونس الكل من أمنيين وناس ماتت من الثورة وأنت جاي لتوا. أنا ما نحبش نكذب على العباد، مش نكذب على العباد، نقول لهم إن شاء الله تو نتحسنوا تو خير وتو كذا. هذا كله خويا الغالي ما نقعد نشوف العكس نتاعو جم، ديجا ما يصدقني حد كان يقول تفائلوا امل ودرا شنو كذا. كي تشوف اللي صاير في تونس من الثوره وانت جاي لهنا، ما تنجم كان تقول سياسه مازالوا سنه اولى دل. ديمقراطيه قال صادق ربحناها، اي صحيح مكسب،
فهمتني؟ حرية صحيح مكسب، مازال الشغل والكرامة، خاطر كي خرجنا وقتها قلنا الشغل حرية كرامة وطنية، هكا ولا ليه؟ دونك مازالوا حاجتين، إن شاء الله ينظروا بعين الرحمة للعباد يعطيهم كرامتهم ويعدلوا سيرتو، وخلي الناس الكل تعيش مرتاحة في البلاد هذيك. واضح. الله يرحم الشهداء الكل. أما نحب نعقب على كلام بعلوش، نحب نقول له راهو الثورة الفرنسية بعد ما صارت ب 100 سنة بشد السكة وخذاو معناها وتحصلوا على أكل الثورة بالحق. دونك سافا فينيغ، ما يساش إي عادش بيه. سي با عادش بيه مش مشكل، تو سافا فينيغ أن جور تو تتحقق أهداف الثورة. هي صارت عدة. ما تفرش فينا بالله تو 100 سنة أخرين تو نذكر. 91 سنة. صارت برشا انتفاضات، ثورة الخبز 26 جونفي 4 جونفي ثورة الخبز، وفي الأخر صارت الثورة نتاع 14 جونفي ونجحت. وانا نعتبر نجحت خاطر اموا ربحنا الديمقراطيه اللي ما يسالش راهو ما بوبا فوغتو معناها فيها وعليها، لكن تو تتصفى باش يجي نهار وتتصفى اكيد. نحب نغني مقطع اللي كتبه الازهر الضاوي تحيه للشهيد فاضل ساسي، كتبها وغناها حديث الخبز الازهر الضاوي في حديث الخبز. يا شهيد يا شهيد يا شهيد يا شهيد يا شهيد الخبز رجعت يا شهيد الخبز ثور طلع من قبرك وردة تنادي الشعب يجيك يزور تنادي الشعب يجيك يزور دمي يمي ما وردي صور خبزة عالكياس واللي ضربني أنا ريته متخبي وسط البلاص ينخص في ذراعي العساسة صبوا فيا غل رصاص صبوا فيا غل رصاص. صحة بالصحة نعيمة، والله عندها فوزي عندها شجن في صوتها. عند اللي قالته في تأثير كبير برشا بصراحة. يعني ولو انه صوتها مش نقول لك احنا ممتاز، لكن ثم برشا ناس أصواتهم ممتازة ما يأثروش. هي ما شاء الله عليها الأداء اللي أدته أثرت وصوتها يدخل داخل القلب مباشرة. خاطر نعيمة قلبها كبير وباهية وطيبة بالحق. واضح. الله رثاء في شخصية فاضل ساسي اللي يعتبر شهيد اليسار شهيد الوطن. خو جمال ساسي هو فهمتني تقتل 4 جونفي فهمتني برصاص قدام الانترناسيونال ولا رمز يعني فهمتني من رموز الحركة اليسارية. يلا خلينا نكملوا توا صديقي. انا نترحم مع الشهداء اما ما ننساوش زاد شهداء الحوض المنجي من قبل الثوره بعامين. بون كيما حكى السادق معناها ثم برشا حريه معناها في التعبير وفي التفكير وفي كل شيء، زاد ثم حريه في الاسعار، زاد الاسعار زاد طلعت على الاخر ما ننكروش الشيء هذا. تحب نقول لك معناها مش نقول لك ثوره ما نعرفش معناها اسكو احنا ربحنا حاجات ما ربحناش، يمكن الحاجه الوحيده ربحناها انك تحكي. اما انا راي اللي ثم برشا غموض قدام، برشا برشا غموض في ظل السياسيين ما يعرفوش السياسه. ميرسي سعدي. لبنى. الله يرحم الشهداء اللي ماتوا الكل، ونعرف السنين الاخرانيين الامور ماشيه وتدهور في تونس، اما ديما عندنا امل ان شاء الله باش نوليو خير. ميرسي. يعطيك الصحه لبنى. شدلي. العزة الوطن والمجد للشهداء. بتبيع ربحنا برشا حاجات في الثورة، لكن منهم حرية يعني التعبير، لكن التعبير توا ولا ياخذ في منحى آخر، ولا مشى في البويزي والشاعرية فهمتني وكالشعارات الفضفاضة. نحن حشتنا بقرارات فاعلة بحاسمة نغيروا كي نحبوا نغيروا حاجة يلزمها تتغير ونشوفوها كيفاش تغير باش الشعب والمواطن التونسي يرجع ثقته للوطن والناس زاد اللي تحكم فيه. معناتها تو مثلا هل ما لقاوش شكون يحكم؟ لأنه مصلحة الوطن تقتضي ولأنه تمكميك ما تفهموش عليه؟ فسروا. لأنه مصلحة الوطن فيها تمكميك. معناتها في الآخر ما لقاوش شكون، أي ما لقاوش شكون يحكم لأنه ما فماش شكون يحكم، ولا لأنه حساباتهم وتسمسيراتهم ما خطفتش؟ فما المصالح الضيقة
والمصالح الحزبيه. بالله قول حسابات وتصمصيرات خلي فهموا مصالح ضيقه حتى انت اللي تغات على الفعل السياسي في تونس. ما يسمى عنك مكميك وتدمير. ما نظنش كان تونس ما فيهاش شكون ما يحكمش به. تنرجعوا بعد شويه نحكيوا على رفض حكومه الحبيب الجملي. سي فوزي. انا باش نقول اللهم ارحم موتانا، ربما باش نكون مخالف لزملائي. الثورات العالم اللي في العالم الكل ساهم فيها في نجاحها الشعب. احنا ما نسالش كي نسالوا احنا سؤال ونحاسبوا انفسنا، هل الشعب التونسي يعني ساهم في نجاح الثوره؟ وشنو اللي يقدم باش الثوره تتقدم وتنجح؟ وربما في السياسيين ولا الحاجات المكميكه اللي قاعده تصير، اذا كان الشعب التونسي خرج في الثوره وقال ار سي دي ديجاج ويعاود يرجع الار سي دي يحكم في البلاد يحكم في تونس، فهذا ما نتصورش كان مش نجمو نقدمو بثورتنا. فلابد ان الشعب يقف ويطالب حقوقه على جميع المستويات سياسيا في كل مستوى، باش يكون الشعب فعال وتكون عنده كلمه ويكون مساهم في الثوره، وان شاء الله القادم افضل. خاطر لف سامحني انا الحقيقه متفاجئه باللي قالوا فوزي، ما يعرفني فوزي نحبه برشا ونعزه، مش شو الله يرحم موتانا الله يرحم شهدائنا، يعني كيموت جارك سي عبد السلام خذار ولا جزار تقول الله يرحمه، اما كيموت ميتو كيموت يموت في سبيل الوطن يتسمى شهيد. اللهم ارحم شهدائنا يا رب. صحيتك ايوه. ليه فما خطا اخر اللي شكون قال لك الار سي دي يحكم تو؟ يعني هو الاشكاليه مش في الار سي دي. سامحني انا تقول لي خطا اخر، شنو انت نعيمه طلعت لي خطا وانت طلعت لي خطا؟ انا تلقيت لك خطا اخر. لا رد بالك انا حر مش نتكلم مش نحب. ليه يعني ناقش فيك؟ لا سامح مش نتكلم كيف تحب انتوما. لا مش نتكلم كيف تحب انتوما. قلت لك يحكم نتكلم كيف تحب انا. لا الار سي دي الشعب التونسي قال لا يحكم. وفما قانون في الدستور هم صدقوا عليه. هو الاشكاليه مش في الار سي دي، هي الاشكاليه انه الاحزاب الكل تحكم بنفس الطريقه. بنفس الطريقه. ار سي دي كي غيرها الكلهم يحكموا. يشكون شويه من الار سي دي. يشكون شويه عباد وكذا. فوالا والار سي دي ولاو يزينوا به تو الاحزاب للاسف. مريم. الار سي دي مشاو للعالم. ار سي دي دي في دي. فوالا مريم بميم. الله يرحم شهدائنا بيان سور، اما انا مع فوزي الحق في برشا حاجات. انا ثوره ما شفت منها حتى شيء، معناتها انا مش نقعد معناتها جي ريان فيو دو بوزيتيف في الثوره، معناتها الحق نتاع حريه التعبير اللي قاعدين العباد الكل تحكي عليها انا ما لقيتهاش ضافت حاجه كبيره برشا للبلاد، او كونتخيغ السبان كثرت، القل التحيه كثرت، ما عادش فما القدر، ما عادش فما الاحترام، ما عادش نقدروا كل المراه الكبيره اللي كانت تطلع في المترو نعاونوها ونخلي نقوموا ونخليوا بلاصتنا للمراه هذيك الكبيره، الراجل الكبير ولا اليوم يتسب، راجل كبير يبدا مرمي على 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 ماده ما عادش نقفوا، ولينا خايفين، ما عادش نحترموا، ما عادش قدر. قبل كان راجل كبير يتيح كلنا نقزوا عليه، شباب كل تقالي يهزوا اللي يشيبوا الماء اللي ما عادش فما رحمه في البلاد. انا فرانشمون الثوره ما شفتش منها حاجه اكسترا اوردينير. مجد. ان شاء الله عيد ثوره مبارك، ان شاء الله ربي يرحم شهدائنا اللي قبل الثوره وخاصه بعد الثوره من شرطة وحرس وجيش. أما ما قصيتش عليك يا عايش. يا أخي احنا عملنا ثورة باش هؤلاء هذوما يحكيوا معناتها يقص عليهم. قلنا وينك يا 14 سنة؟ وينك قبل وقت كي أنا في دهاليز الداخلية. نشرب الجي غادي. رانيا هي اللي خرجت بالقفص هذيك. ريت التصوير هذيك الهامة تعتبر من رموز يعني الصور بتاع الثورة. رانيا هذا قفص فيه برضه. والله أنا ثبت في العصفور ما ركزتش مع رانيا. كمل مجد كمل مجد. والله هي كهو. أنا نقتيت من العباد اللي تخص عليا راهو. بالباكيت بعلوش. يلا كل عام. بربي لحظة. اللي بالباكيت هذاك اللي عامل هكا الخبز. هذاك جلال. لحظة. هذاك جلال الله يرحمه ويسكن في حي الخضرة يحكي ثمانية لغات. هذيك اي توفى الله يرحمه من حي الخضرة الله يرحمه جوست للتوضيح وكاهو واضح صحيح. للتوضيح يلا الصور كل عام واحنا حين بخير يلا نمشي توا لوبيريت اللي تحكي على فشل تكوين حكومه مره اخرى بعد نرجعوا لموضوعنا هذه اضحك معنا عم الحاج ظهر فيك من الصباح تستنى فديت مصباح دي عندي مطلب بني عندها برشا يا ولدي قديش عنده؟ عندي برشا سنين تعدوا ولادي فاتوا ورقم قلبي قريبي ندوا ورقم قلبي قريبي ندوا عندي سنين نفيق لفجاري نخ
نخدم ونخلص في ديوني نحل البيت باش نبني داري لوزير التوا مشهوني لوزير التوا مشهوني التوامة شكلت الحكومة التوامة كملت حل ديركت من العشرة الصبح أنا نتفرج فيه هم قالوا اليوم ممكن يوافقوا على حكومة يعني نستنى وقتاش الجملة باش يوافقوا عليه لا 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 الحكاية اليوم تتحل زعما كيفاش عرفت أو قالوا اليوم لوزي باش يعينوه وزير خدم مش كيما اللي سبقوه ومعاه الفقر اكيد باش ننسو احسن وزير اختاروه باش نعيشو او قالوا اليوم الوزير باش يعينوه وزير خدم مش كيما اللي سبقوه ومعاه الفقر اكيد باش ننسو احسن وزير اختاروه باش نعيشو مادام باش تتحل الامور عندي برشا حاجات نحب نعملهم كيما شنو يا حاج انا حاجتي كان في دويره ويعطي الوالد التاشيره انا حاجتي كان في دويره ويعطي الوالد التاشيره باش ما يغرقش في البحور ولا يعمل عزوزه هذا اللي حاجتك به انت يا حاجة؟ الحمد لله نعمة علاش اخي انت طالب اكثر من هكا برشا برشا يا حاج برشا برشا نحب نحل ولدي مالاش برشا برشا نحبو كيف يفيق من نومي حل عيني على البلاش باش نحكي معك بالفرشة بابا راهو صاحب لوزي واللي نحب نعملو باش يصير معارف بابا تنفعني وين ما نمشي تتبعني والمسؤول اللي ما يسمعني غدوة من بلاشتو يطير شوف والله سيدي ها صحة للناس بوك مالا ولا يعرف الوزير يا ولدي اخي شكون الوزير اللي تحكي عليها البنية هذه والله ما نعرفه هالوزير انا نعس هذاك العليا عمري ما دخلت في تفاصيل ما تدخلنيش في امذابية مسؤول يجي باش الحقيق بالك خدواي واللي عارف عليا وقت الدولة باش تسميه باش يصبح هو يحكم فيا هيا شدوا الصف عليش التو المجلس خدام تبعتيهم في الاعلام التو المجلس خدام تبع فيهم في العلال هاو توا قريب باشي صوت هاو توا قريب باشي صوت خير نقصوا شوية من الكلام جاي حكومة ولا في الأحلام يا طفلة راك ضايعة بلاصتي القدام مطلب شدو في يدي توا عند عوام راني واقف من البارح في همومي في الدنيا سارح مستني وزير يخدم يسهر في الليالي ويحقق لي اللي في بالي وعنده ضمير يا طفلة راك ضايعة بلاصتي القدام المطلب شدو في يدي توعن
يا طفلة راك ضايعة بلاصت القدام المقلب شدو في يدي توع ندعوام أنا مش لولانية 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 أمام عارفي رأي تقضي أنا مش لولانية 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 رأي وسارة مش مرشي كان ما عندكش معرف أرجع للصف تي بالله تتعاركوا على بلاصة في الصف تي مشكلة صغيرة تتحل ما غير عرك لكن تشوفوا مشاكل العبيد ما لقدش كبيرة علاه انتي مشكلتك كبيرة لهالدرجة أكبر مشاكل يزيو بلحس يهو مازال ما فما شيء تشنه اللي مازال 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 الحكومة مازال احلامكم محال في يوم باش تصير واذا طولت العمار والمجلس اختار وهبط القرار تو يجيكم الوزير حكومة راهي ما فماش المجلس راهو ما صوتو لهاش عطلت أمور المواطنين قصة الحكومة ما توفى يا أخي شتحبوا منا إزي ما تعطلنا وعلش التوى مستنين راهو الوزير ما فماش راهو الوزير ما فماش راهو الوزير ما فماش حكومة ويني راكي ضاقت بينا مجلس ناسيني طيش في تركينا يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس والله الشعب داريفه وحاوه نظيفه من الساس على راسها ليلا دي تيرجون جام كبيره ومتنوعه دخلت لداري من الباب الكبير مع ليلا ما يكيدك شيء مرحبا بكم في الحصه الجديده والاخيره من داري نظيفه مع ليلا بالله على السبوت انا عجبني لبنى تخيل روحك تنظف 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 الدار بعدين يدخل الراجل اللي عمل هكا ويكب قهوه شنو ردت فعلك مش في السبوت في الدنيا في الدنيا اي معناها كب حاجة؟ لا مع بعد ما قعدت انت تنظف وخرج دار تلق من الفرحة يكب قهوة يزرزق لك البيت كل نكب القهوة على راسه لا هي تكبت القهوة تكب له نمسح له براسه في القاع
نانا جو سوي با اغريسيف او كونترير نما قهوه يا با سوسي. ميرسي مريم راني غير ما تبدي تكذب قولي الحق. خليك سبونتاني. نكب له القهوه على راسه. نعم. لا اكيد ما عملهاش بالعاني، نمشي نجيب خيشه ونمسحها. سيبوزو عملها بالعاني. الله يا نعيمه اش تعمل سعدي انت كي تنظف الدار؟ لا لا انا باش نهرب بكم. بنحب تحيه اللي يخدموا في القهاوي، على ذكر القهاوي اللي يخدموا في القهاوي تعبين برشا. ميرسي هما اللي بيكون خاص سي بون. يا تصفيقه كبيره على سعدي. باهي 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 دور ليميسيون. هاكا جاوبت مريم. برافو سعدي. لبنى صار مش مريم هذيك لبنى. وي وي مريم انت نقولوا توغي بي فيغ كوميم اتونسيون. فوالا بحق هذاك نفس الفيغ بحق. هاي العباد هو تهديد. احنا لازم برشا خيال اقتنعنا انه مريم نظفت الدار الساعه قبل ما ناخذوا معها القهوه. صدق والله سي بون. نرجعوا لداري نظيفه مع ليلى. شكرا لكم. ليميسيون اللي قدمتها لكم هند ماكني تحيه ليها، واستقبلت في كل حلقه ضيف وجربوا مع بعضهم ان برودوي من لارج جام ليلى ديتيرجون. اليوم في الحلقه الاخرى، والحلقه الاخرى فيها مفاجاه كبيره استناونا شويه اخر. الحلقه هذه سبيسيال خاطر ديجا ضيف سبيسيال محبوبة وبحبوحة برشا، وخاطر في الحلقة هذه باش تتوفر المنتوجات الكل متاع ليلى ديتيرجون. ما نزيدش في السسبانس، ما نزيدش نطولوا. ضيف اليوم هي الممثلة دليلة المفتاحي. شوفوا مع بعضنا. عسلامة ومرحبا بكم في آخر حلقة من دار نظيفة مع ليلى. في الليميسيون هذه اللي شفنا فيها ليفيكاسيتي متاع لالارجو جام من ليلى ديتيرجون، وكل مرة كان حاضر معايا ضيف، بيسكو حلقتنا اليوم تخي سبيسيال، ضيفتي الممثلة القديرة واللي عزيزة علينا برشا دليلة مفتاحي. نمشيو نستقبلوها مع بعضنا. مرحبا بك بحضنا مدام دليلة. يفضلك ربي يفضلك. هذا شرف ليا باش تكون حاضرة معايا في ليميسيون دار نظيفة مع ليلى. عيش. نحب نسألك شنو هو حوالك وشنو هو جوك في الميناج؟ أنا مؤسسة. ومشكلتي حتى لي غون ما نحبهمش معناها. وكي نشري برودوي إيديا تشهب بالحق. إي. عندك أليرجي؟ عندي أليرجي وأون بلوس. حتى ايديا ما فيهاش مناعه كبيره خاطر انا ديابيتيك. فهمت لطف عليك. مشكلتي ديما في لي برودوي هذو. انا جربت مع الماكينه. ايه الاورانجي. دونك جربت البودغ ماشين. ايه. مزيان حقيقه تاع ربي مزيان. تنحى بالبقايا؟ تنحى بالكدا. ايديا ما جربتش ما نعرفش خاطر انا مشكلتي في ايديا. مع الماكينه مشى بالكدا. ممكن ليلى هذاك تاع المعون. تاع المعون. ايه. ايه. ممكن مازلت ما جربتوش. تحب نجربوه؟ ايه نجربوه. باهي قبل ما نجربوه باش نحكي لك على لا لارجو غام تاع ليلى ديتيرجون. اياه كوني عندنا البودغ ماشين ريحته ياسر بنينه. هكا جربته. في خمسه انزيمات، ليزانزيم هذوما هما كالحبيبات الصغرونات اللي نحيو اصعب بقايا. هوني عندنا جيل ماشين ريحته زاد ياسر بنينه وينحي البقايا. كيف كيف جيل ماشين هذاك اللي هو انتي تاش وينحي لي تاش الكل، وزيد فما فيه لا تكنولوجي نتاع لي ميكرو كابسول اللي هما الروائح اللي يبداو يلصقوا في لي تيسيو وبالفروتمون يزيدوا يخرجوا. اي دونك هذه سي اون تكنولوجي جديده عملتها ليلى لابي. وغاديك كيف كيف فما لا ميم تكنولوجي موجوده في لاسوبليسون ليلى. اتون شم 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 اون ديريكت شم وقول لي علاش نبدا نتحدث هكاك. يا والله بنينه اش قاولك. ياسر مزيانه بالحق. ريحه ياسر فاوحه. انا مهبوله على الحاجات هذوما نتاع التنظيف راه. دونك وغاديكا اللي انت عندك مشاكل في يديك فما لو برودوي هذاك بودغ ما اللي تنجم تغسل بيه الحوايج بيدك والا في الماشين سومي اوتوماتيك. وغاديكا فما ليكيد ما اللي هو سبيسيال لين للفرارش للزرابي للصوف ريحته بنينه وزاد ما يخليش الحوايج الصوف يفلفلوا. شمو شمو بني. دونك فما ليكيد فيسيل اللي هو ريحته بنينه ودوف اللي يدين. مشكلة ليدين ولا صاحبي هذاك الشيء ولا وسورتو يخلي ديما الماعون الى ما اه سي بيان سا. وهوني عندنا سولي سورفاس اللي هو كيف كيف يخلي القاع تلمع وينظف بالكدا والريحه الدار تقعد ديما فاوحه. وعندنا زاده جافيلي لا اللي هو ينحي لي بكتيري ويبيض الحوايج.
طاو باش نتعداو لي ديمونستراسيون باش نجربو ليكيد فيسيل نتاع ليلى. مزيان مدام دليلة، شفت على شنو استدعيتك؟ برك الله نعرف ملك وجينا مانيش خارجين. مش لازم. دونك خلينا نحكي لك شويه على الليكيد فيسيل نتاع ديلا اللي فيه ديجا 3 كونتونونس كيما تشوف. فما الحجم الكبير 3 اترات، اي فما هذا اترا محلي هذاك، وفما 600 مليلتر صغرو. انا باش نجربوه. انت انا اللي تحب تجرب زوز ولا حتى نحكي لك زيد على بارفان؟ لا شوف، انا قبل البارفان انا عجبني لومبلاج. شقاولك فيه؟ والالوان، الالوان مريحة جدا للعينين. اي ريموت بارك الله اللي عمل. تونسي تونسي، هو منتوج 100% تونسي من كل شيء. بيان زمنا نشجعوا المنتوج التونسي طبعا طبعا طبعا، والاقتصاد التونسي طبعا. كي يبدا حاجة مزيانة علاش لا؟ انت عجبوك الالوان على خاطر كل لون عنده البارفان تاعو. كيما لهنا هذا سيترون فير، سيترون جون، بوم، اغروم، والوفيرا. الوفيرا ما نعرفوش. دونك حاجه جديده اول مره في تونس اللي هو ليكيد فيسيل بالالوفيرا. بالصبر سي بيان محلي. دونك بعد هذوما الكل انا اللي تحب تجربوا جرب هذايا اللي بالسيترون بالقارص. تحب القارص انت؟ مو تاع القارص. طبي باهي. دونك اول حاجه نحب نحكي لك عليها الحله سهله. ثاني حاجه سهل في الشده براتيك. ثالث حاجه قطره واحده نجم تغسل لنا برشا معه. جرب ويرغينا. اش قالك في الرغوه؟ رغوه الله يسمي. اما حسك من قبيله وانت يدك تاكل فيه اي باش نشوف يحرق ولا تحب تجرب؟ طبعا غطس غطسك اللي يجي غطس من قبيله يدك تاكل فيك. اي خاطر انا عندي اون اليرجي، عندي حساسيه، لكن انا ما عمل لي حتى شيء، معناها العباد ما يعمل لهم حتى شيء. دونك سوبر تري بيان تري تري بيان بالحق سانسيرمون. مي كمل انت تغسل ولا خليك انت؟ لا لا ما يسالش تغسل. يزيك يزيك يسالش. زدت صغيره انت يا مانس صباح. عايش قاولك. نشوفوا توا ليفيكاسيتي. شفناه على اليدي دونك ما يقلقش. شفناه على الربو. اي دونك غادي كان عندنا سكر لاصق دونك اخترنا حاجه. جيتي تعطيني كان كاس فيه السكر لاصق. عطيتك حاجه صعيبه. والله صعيبه بالحق. هاكا تنحى نحى صبري تخرك الله والله. باهي نمشيو نشلو يبرق. هلا هاني كملت شللت الكيس. قولي اش قاولك؟ حتى نشوف. يلمع وشم الريحه. والله والله مزيان بالحق. مزيان هايله هايل. نكملوا نغسلوا المعون هذا كل؟ كمل. لا انت نحبك ترتاح تو يزيك من التعب. تعبت انا تو. لا تعبناك شويه. نشوفوا تو حطوا شويه رغوه. اوب اش قالك؟ زينه مزيان. نعملوا ضربه. فوالا تشم في ريحه السيترون. يسلم انا نموت على السيترون. ريت البقايا اللاصقه الكل تنحى. وريحته بنينه برشا. وريحته فاوحه. وكذا نحطوه باش نشلوه. نكملوا نحيو هالطرف الكسكسي اللاصق في الصحن. عنده نهارين هذا. تلمع. اش قالك في اللمعه؟ تلمع بريونس ونظافه وريحه بنينه. ها؟ تروازون اكزاكتومون. هذوما خلينا نمشي نكمل نشللهم. هانا كملنا شللناهم. اش قولك في النظافه وفي البريونس؟ يلمع بالحق يلمع. بما انه منتوج تونسي انا نتمنى له يخرج خارج تونس يا رب. ان شاء الله. والله تونسي اختي. هو منتوج تونسي مطابق للمواصفات العالميه. اي الحاجه الباهيه لازم تنجح. نتصوروا انه باش يغزو الاسواق ان شاء الله يا ربي. ويديك شنو حويله؟ صبا لاباس صبا. اوب تاعي معايا باش تهزهم الكل. فاصلت تستاهل ما اكثر من هكاك. يفضلك يفضلك. يعطيك الصحه. نحن تشرفنا اللي كنت حاضره معنا اليوم. يفضلك. عملنا جو مع بعضنا. جربنا الليكيد فيسيل. انا شخت على خاطر برودوي تونسي 100%. اي
ميم لومبلاج. بالحق انا نفرح كي نشوف حاجه تونسيه في مستوى كبير. ميرسي بوكو مدام دليله اللي شاركت معنا. فضلك عايش كانت منك. حلقه سبيسيال كيفك انت. عملنا جو مع بعضنا ان شاء الله فدنا العباد يا رب ان شاء الله. وانتم زادا ميرسي بوكو اللي كنتوا حاضرين معنا في الحلقات الكل نتاع دار نضيفه مع ليلى. نقول لكم ميرسي بوكو على بروشين. باي باي. شراخ مليح تقضي على أصعب الزيوت وبتعطيك نظافة ولمعان بسهولة تامة. مع ليلى فيسيل معونك نظيف من سيسو الراسو. مع ليلى ما يكيدك شيء. والأول مرة في تونس ليلى فيسيل بالألوي فيغا. برافو ليلى على المنتوجات هذم الكل. منتوجات متنوعة سيرتو حاجه قلناها ونعاودها. المنتوجات هذوما اللي شفتوهم من البرودوي للدبابز كلهم مصنوعين في معمل 100% تونسي بمواصفات عالميه. يلا نشوفوا مع بعضنا مراحل تصنيع لي برودوي ليلا ديتيرجون باش تزيدوا تتاكدوا معنا. إقبال كبير من التوانسة ولكن البرودوي 100% تونسي 100% عالمي. وانت طارق تستعمل برشا وتنظف برشا في الدار. وي سامحني كي تبدا ساكن مثلا وحدك عازف تستعمل تنظف ولا نظف انا اللي مدهم لي المره اللي فاتت هذاك كل يوم نجيب شكون ينظف كب القهوه ياك هاو. لا لا اخطر لعب تو كي تلقى روحك واحل ودار لازمها تنظيفه والله ننظف انا هي اللي لا شنيا ولا بالحق لا بالحق ريحه ريحه لي برودوي فيهم ريحه بنينه بنينه على الاخر. اي والله ترى احنا الكاليتي الهيله دونك كيما قالت نعيمه فما ريحه 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 على الاخر مش نورمال ابار ريحه بالحق والله يا اختي كريم لا تو غارد لي مان دوس ابخي صحيح ولا نعيم انا والله جو لاف افيك لي كيلك زاسيت عندي اي با جو غارد كيلك زاسيت خلي نمشي تو للعبة الرسمية. كما قلت لكم ليلا عملت انتري جران جو اللي بدأت تذكروا معانا 14 ديسمبر وفي نهار 9 جانفي باش تربح 3 كراهب من هدايا ليلا. كنتوا برشا شاركتوا في اللعبة هذه. الفايز الاول استقبلناه ليلة راس العام في اضحك معنا واليوم باش نستقبلوا زوز فايزين اللي كل واحد فيهم ربحوا مع بعضنا كرهبة من اهداء ليلا. نشوفوا مع بعضنا ساعة الهدية. ليلا ديترجون منتوج تونسي من سيسو الراسو. برافو الفائز الاول. نستقبلوا مع بعضنا من عند ليلا ربح كنبه سي مهدي. مرحبا سي مهدي. مرحبا بك سي مهدي. مرحبا مبروك عليك الكنبه. بارك فيك. مين جيتنا؟ من القروان. من القروان مبروك عليك. تحيه تفرجوا فينا في القروان الكل. عطار انا عندي عطار. عندي عطريه. عندك عطريه فوالا من القصاصات الكل. مبروك يا الفائز الثاني سي طارق. يا عايز خويا يا نو يا عايز يرحم والديك. ليه مشترك ليه؟ يا عايز خويا مشترك انت ليه؟ مشترك انت نظام مش مشكل انا بتكلم سي طارق.
مرحبا مرحبا. دونك سي مهدي سي طارق جاوا فرحت روحي ومن بعد روحي عملت سي طارق ربح كيف كيف سي طارق منين جيتنا؟ من بني خيار نابل. من بني خيار نابل مرحبا بك. شعب في الدنيا شاركت وحدك بعثت لي زي سميز. توقعت بوكس ولا توقعت الكرهبة؟ احكي لي. والله توقعت بوكس اما الحمد لله الحمد لله الحمد لله جات كرهبة جات كرهبة الحمد لله. انت ما عندكش كرهبة؟ ما عنديش. ما عندكش كرهبة جاتك كادو برافو لله يعطيك الصحة. يعطيك الصحة يا عايش. ستار. انا المدام هي اللي شاركت ريت كيفاه ريت تكلمت شر عايش. انت معرس ولا ايه؟ معرس اه يا به. وانت قد عندك معرس؟ عندي اربع سنين. عندي زوج صغيرات. اربع سنين زوج صغيرات ربي يفضل امك. زوج صغيرات وكهرباء ولا زوج صغار باش يدور. اللهم صل على النبي. المدام هي شركه صح؟ اي اما شركه باسمك. باسمي انا. باسمك انت قاعد كلموك. كلموني قالوا لي راك. احكي لي كيفاش تراه الفازه. والله انا نحضر في روحي ماشي نخدم. اي جاني طلبني عاد المنافذ قال لي راك شاركت معنا وكذا وربحت معنا كره. انت في بالك اللي مرتك شاركت ولا لا؟ لا في بالي. في بالك هي. هي كانت قبل ما رجتني على البرودوي نتاع التنظيف وكذا الحقيقه ملي وليت تاخذ في ليلا والله ارتحت منها وارتحت من المرجه نتاعها. الحمد لله. والله من الاول فصل عاد المنفذ صدقتها من الاول ولا؟ بالطبيعه هي. وانت خويا معناتها امورك واضحه وامورك الدنيا. قاعد في القهوه وجاني تليفون عاد المنفذ في بالي تفدليك وصحابي فدليك. في بالك عقله عاد شويه شويه ظهرت بالحق. انت انت تبيعوا لي برودوي ليلا التوانسه مقبلين عليهم برشا. فما اقبال كبير. انا خاطر نشوف حتى في لي جروند سيرفاس العطاره اقبال كبير. ان شاء الله مبروك عليكم. يلا سي مهدي نخلي لك نخلي لك كلمه لحظه كلمه ختام اللي كنت تفضل للتوانسه. سي مهدي شنو تقول للتوانسه؟ ان شاء الله برودوي مزيان هو برشا وان شاء الله تجربوه وان شاء الله تستعملوا البرودويات نتاع الليلات نتاع مواد التنظيف وكلها حاجه باهيه برشا. يعطيك الصحه سي مهدي مبروك عليك وربي فضلك انت. تحيه للقروين نحب نسلم على القروين كامله وعلى دارنا وبالخصوص الوالد والوالده والصغيرات. ربي يفضلهم ربي يفضلهم. يعطيك الصحه يعطيك الصحه سي مهدي سي طارق. يلا خلي لك كلمه. نحب نشكركم انتم الساعه نشكر ليلى وننصح العباد الكل باش تستعمل خاطر فريمون برودوي طياره ياسر واللي معرس انا ننصحه باش يرتاح من مرج مرته ويشيلها ليلى. مبروك عليك سي طارق سيدا الفائز بالكرهبه الضيفه. نعم ليلا زاد ربحتكم دي بوكس كادو فيهم دي برودوي ليلا ديتيرجون نجموا نشوفوا على الاكران توا. مبروك عليهم اسامي اللي ربحوا في الحلقه اللي فاتت. ما احلاها التجربه ما احلاها ليميسيون دار نظيفه مع ليلا. مازالوا لي سوربريز مع ليلا نتقابلوا عن قريب مع مفاجات اكبر مع ليلا. ما يكيدكم حتى شيء. ربي معاك يا بنيتي. ليلا ظريفة وحاوة نظيفة من الساسة الراسة. ليلا ديتيرجون قام كبيرة ومتنوعة دخلت لداري من الباب الكبير. مع ليلا ما يكيدك شيء. شكرا لكم. مازلنا معكم في اضحك معنا على قناة التاسعة. يلا معناتها باش نزربوا توا الوقت. عجبني ما عجبنيش في الحلقة اللي فاتت دونك نبدا مجد. ابدا بلبنى خاطر شاد صحيح. لا قداش باهي انا ديجا شاد. ابدا بلبنى بالحق انا ما لا لا خليها خليها. يلا صدق تفضل. يلا بسرعة كل واحد يلزم في نص دقيقة. شنو اللي عجبك شنو انا اللي عجبني الحقيقة التدخل نتاع ريان و وش اسمه وليد هذاك اللي معانا الزين المستوري وليد به الشاب هذاك به قاعد ماشي ويتحسن مكتشفته واللي ما عجبنيش كيفاش خليتوني في اخر الحصه نغني وخرجت الكل الحقيقه حسيت اهانه شخصي معناها لا لا هذاك سورتو الجمهور يعني خلاني ومشى فوالا
معناتها تعب جمهور يصور معنا تحبوا يسمع صوتك كما سيجرا. رانيا شنو اللي عجبك؟ فرانشمون الحلقه كامله عجبتني وما فما حتى حاجه ما عجبتني. اللي بركه اللي ما عجبنيش لبنى مازالت موجوده لهنا. برافو يلا طرقها. انا اللي عجبني الاغنيه نتاع مجد على مية على الاخر والله العظيم. اللي ما عجبنيش ما نجمش نحفظها. يلا انا الحقيقه نحب نضم صوتي لصوت صادق. عجبني برشا صادق فاش قاعد يغني في الاخر بالله غنيه نائمه. اللي عجبني وما عجبنيش اللي ما عجبنيش صوت. نقول لك اللي ما عجبنيش انه صوت كي صوت صادق حلواس ضايع كيكة خسارة. استنى بربي انا ادعو صديقي واخي فوزي بن قمرة انه يلحنوا ويأطروا والسعد يكتب له الكلمات يلحن. نعم يلحن فوزي ويأطروا وما يخليش هالصوت الفذ هالجهبة ذايا يضيع بازقة. يضيع شكون يضيع بازقة؟ يضيع كيكة بازقة مش تضيع على بازقة مش تضيع. لحظة سيبا أنا جونت تتوالت أن زميلي عندي زميل معايا بذلك الحجم من العطاء في صدق. أنا عطاء يا بطار صدق الدنيا يا أسمع أسمع يا نوفل الجهبذ كيفاش خرجتها بتاع كلمة زايدة والله. لا عرفت كل واحد جهبذ يقول لك كي استغفر الله العظيم. يلا سعد أنا اللي عجبني أني حكيت على الزبيب المرة فاتت على فوائد الزبيب. الجهبذ للزبيب أمان خذ راحتك صاحبي. ربي خلي بربي خلي أمور فواكه الزبيب ما ندخل ضيع فكرته يا زبيب ويعاود فيها. ربي خلي اللي عجبني أني حكيت على الزبيب وجاوا برشا عباد معناها طلعوا علي الدار وشكروني وكل شيء وقالوا لي برافو. واللي ما عجبنيش اني انا في اطار البحث من معناها من الصدف خويا الشادلي اني نلقى اللي التين المجفف معناها الكرموس المجفف عنده فوائد اكثر من الزبيب. لا ما تقولش تحكي معايا دونك اليوم جبت لكم ديجا معناها فوائد التين المجفف مش حكيت معايا. يلا واخيرا وصلنا لبنى. لبنى عجبك وما عجبكش شنو اللي ما عجبكش ابار رانيا؟ نجم نقول زوز ما عجبونيش. ما عجبتنيش الفيست نتاعي في الكادر مخيبها نحب نحاه. لا الحلقه اللي فاتت تعريف الامضه. اي سي نبدا باللي عجبني. اللي عجبني اغنيه مريم بن مامي نتاع لما يسمى يدوني. تحس في بالك في الليل وليت نرقد عليها راهي وليت ميوزيك دوس معناها ما عادش مزود يما يسمى يدوني. اللي ما عجبنيش انا راك تعرفوني حقوقيه معناها ما نخاف من حد نخاف كان من ربي سبحانه. ما عجبنيش الصادق. علاش مش ما عجبنيش؟ كان الحلقه اللي فاتت راه ما عجبنيش من اول السيزون. وعلاش وعلاش خاطر قاعد بحضرانيا. لازم راني بالحكايه لازم راني شادلي. انا اللي عجبني برجوليه وشفت عليها وقعدت انت قاعد بعد الشادلي وساكتين وقعدت نعاود فيها في الدار ولت لي يعني حتى سونوري في التليفون اللي هي سونوري في التليفون ايش عمل؟ في التليفون قلت هاي التليفون اي اللي هي التكيلة يا خويا يا خويا يا خويا نص الليل قال لي غنيها لي خارجه من فمه تعرف كيل عسل خاصة خاطر فيها برشا خدمة ذكرني باللحن. لحظة ذكرني باللحن تو وحدك ما يكلم حد. اي تن 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 بام بام تكيلة يا وجهي 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 وجناحه يرد عليه. واضح واضح. يلا فوزي شنو اللي عجبك شنو اللي ما عجبكش؟ طارق بعلوش الرقصه اللي عملها بصراحه عالميه. شغلك ليه؟ عجبتني عجبتني برشا بصراحه. عايش فوزي. واللي ما عجبنيش هو شادي مش حافظ دروسه يعني مش حافظ الاطار نتاع الخدمه فهمت كيفاش؟ يبدا كك يعني كل جمعه هذا. ياك شحال نقول لك انا؟ يعني هو نجم ما حبش يفهم روحه واضح. يلا مريومه شنو اللي عجبك شنو ما عجبكش؟ انا الحلقه نتاع ربي الحلقه ياسر عجبتني الحلقه نتاع اللي فاتت اللي تي فريمون معناتها انيمي ومزينه برشا.
عجبني زين عابدين مسلول الى اكسلي الابيزود اللي فات. عجبني زيد طارق بعلي الشطحه نتاعو ياسر تفتق في هذا اكسلي زين عابدين عملنا جو على الاخر فريمون شيخنا. واللي ما عجبكش اللي ما عجبنيش سيتي با فان دو تو دو نوتر بار دو سيسي دخل سي غني وحده احنا قمنا والله حق عملت هك القناة اسمع صدق راه ما حسيتش الجمعة الفايتة حس الجمعة واضح واضح مريم مجد شنو اللي عجبك والله عجبك. انا اللي ما عجبنيش غنايتي اللي غنيتها تكيل هذيك علاش؟ عليك احلاها الساعة صعيبة حاجة كانت هذه آلة لعبد نعنوع كل جمعة لازم تبهرنا بعد شوية باش نلعبوا الكاراوكي بصراحة نمشيو لسكتش لول في اضحك معنا الو شيخي وينك يا حليمه من بكري نستنى فيك راه اسمع يجا فيسع في شنو وين في القهوه يجا بلاصك وريف اسمع فما واحد مش نورمال بقص يقتل غيبتك يجا يجا توا يظل يجي باش يحكي معايا يبزنس فيا تغبش مش مازلت تبزسي حليمه شبيك عامله في روحك شكون عامله في روحك اسكت متنكرخ شوف فيا ذا الكل عامله دور راجل راني عيط شويتني انت شبيك عامله في روحك كي يا صاد عيط لي اسم ماخر ما عادش تنطق اسمي بخبيس سافا ما عجبنيش مونجي لا سمير لا عيسى فايصل اوكي فايصل مشيت معاك بنتي الدنيا مقلوب علي البوليسيه تلوج الانتربول يلوجوا ظهر لي انا راجل ولا لا شويه بالصوت هكا تظهر امراه ما تظهر حليم اي حليمه شبيك شنو هو؟ هكا امان هكا الزين هذا الكل يتضرب ما تحشمش ما تجعرش ما عندك صرف امشي سامحني بربي تواليت البنات منين؟ يا حليمه تواليت الاولاد تواليت الاولاد منين؟ لا حول ولا قوه الا بالله وليد يسال فيا على تواليت البنات وين؟ وبنية تسأل فيا على تواليت الأولاد وين؟ أختي تشرب حاجة؟ أعطيني ليت بول حليمة لا حول ولا قوة إلا بالله إكسبريس إكسبريس بيان سيري راجل 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 واسمك حليمة إيش دخلك أنت؟ وأمي اسمها المنجي وبابا اسمها سلمى براو احسن كوكتيل لحليمه لسيد الرجال كيف تهضر في الراجل اش دخلك انت المراه يحكي لي اش فما صار لك بعضي بتي يلزمني نتخبى ما عندي وين نتخبى هي علاش بس بس ادخل يدخل يا بس بس ادخل امورك واضحه ريت انا اليوم سنوريك الدنيا صاحبي تو تشوف الدنيا نوريها وريها لي الدنيا يودي شو الدنيا شوف الدنيا هذه الدنيا هذه الدنيا الجو الشيخات اسمع ها نعمل تصويرة؟ نعمل تصويرة قول والله نعمل تصويرة تقعد سوفونير تقعد سوفونير نعمل تصويرة امشي هاي نعمل فيها التصوير برا صح شقاول حلوة ياس لا لا بالحق حلوة والله حلوة ياس عجبتك؟ عجبتني سوبريمي شبك فسختها صبي اسمعني اسمعني ريت البلايصة دوما شنقريك ايش تعيط السيرفير مثلا مشيت تشرب حاجه تصفق له وجهك برسم قسما بالله بالله تكذب جرب بالحق جرب اسكت اسكت تشرب حاجه انا بيب قال لك تشرب حاجه ايش عندكم انتم؟ عندنا اكسبريس والونجي وشو الفرق بين الاكسبريس واللونجي؟ الاكسبريس قصيره واللونجي طويلة اه الاكسبريس هي قصيرة ولا لونجي طويلة اسمع اعطينا الونجي نبشتروه واضح مريح برشا 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 اسمعني تو شو تعلمت الطفل هذا تعلمت التصوير انت برا تشرب حاجة؟ هذه مرة شربوا شيء برا امورك واضحة صح شنو ذايب برا السمك صار كل ما يسمع تصفيق يدخل قصفا بالله كل يعمل تصفيق يدخل والله بصحتك عسلامة تشرب حاجة؟ سامحنا سامحنا يبدي يصفق عنده عرس قديم قاعد له في مخه قاعد يصفق برا رحم والديك
تشتغل شويه ليه عار تشتعب ليه ما اسمح حياه على راح ما تشرب حاجه انت برا يرحم والديك شدني قول هنا برا على راح تعرفك ان ريح؟ اه امبارح في الليل اه انا راقد اه ودي انا نحكي لك فيها ابني وانت تبسس بيها يحكي صح ما بس شوي بيها يحكي صح امبارح كنا ريح وانا راقد نحلم يا ولدي ايش بيك يا بابي انا نحكي لك فيها ابني وانت تبسس تكلم بيه تكلم سامح وانا كيكا وانا قدك اجيت في بلاصتي بيحي 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 اجا بصدتك ما تفهمش بالله العزيز خطو نحكي لك في المشاكل وانت تخزر ديزولي يا سامحني بيه اسمعني اسمعني بس بس اش نحكي لك حكاية البارح ما هو حد البارح فهمت عاد مشيت شبيك بس بس نحكي معك وتتبزنس غادي في البنيات شبيك بس بس اسمعني البارح ما هو حد فهمت كنت مشيت البوسطة اش نجبد فلوس عاد نقام سك كرا تشريه بس بس تو شنيه تو ايش قعدت في بلاستي تو قال لك ايش قعدت في بلاستي تو قال لك كل ناس تو نحكي معك وانت تبزنس شخص قلت لك انا البارح حريق بيه بيه سامحنا كبار اجاك شوي ايش البارح بناري البارح وانا يعني بس بس قلت لك البارح ما وحد وانا قلنا ري جيت للبواسطه عطيني لقيتها مسكره هذيك هذيك يقتل مش نورمال ملا بوغوز اش بك من حياتك كاسكي ملا زين وملا عين وملا وهره انا ومنها هذيك اللي وراك اش لابس لبس سلسله ذهب شو بس شبيك يا حلف في السلسله يسكت يسكت اللي لابس كاسكيت كحله ودي صاحبها بحداها ودي كان يجي صاحبها بين شنيا يجي ماكش عارف على شكون قاعد يجي ما ندق تقول برفسه بسقايا صح بالحق قسما بالله بس نسها شامني في صاحبها نشامك فيها قالوا صاحب بنتي مثبته اللي لابس كاسكيت كحله وسلسله ذهب هذيك هي هذيك هذيك شبيك رجعتها مزاد اش تحب شبيك اسكت ونقول تخافش منه ودي شبيك خايف من باش نعمل له هذا يا ودي اسكت اسمعني شد يدك بونيتك اكبسها 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 وشرع شرع واعطيها له بوربون دو كولير في وجهه اعطيها له بوربون ديريك تعطيها له وامشي ها جايتك لحظة امشي ها سيب عسلامة تشرب حاجة برا برا في روح اسمعني اسمعني هد عليه واعطيه براس برا اعطيه براس اي براس براس انت قلت لك شعنقو يا بس بس اش بيك استغفر الله العظيم اش بيك ذا وطريه ذا سلم سلم عليه سلم اش قولك شبيه طري سامحني شكون فيكم اللي تبود على صاحبتي شبيك صاحبك بس روحك صاحبك المصابيح شبيك يا الله حوالي يا الله انت اللي تبولت على صاحبتي شكون تبود على صاحبتك هاول تبود يا دي مش لي انا انت تبولت اسمع شوف انا راه ما تشوفناش هكايا رانا نخاف ورا ولا العظيم شدك نعطيك تريح ماك صرافي بسباسه وجهك السنادري صاحبتي يا ودي ايش بيك برا امشي برا ما خبرات ها شنيه صار طلع طفله يا ودي هاي طفله ما هذاك هو صاحبها هذاك الراجل اللي مالوش هنا ليش هنا ليش هنا I'm
ابحث معنا كنتوا تشوفوا فيها معناتها هابينس في نوفل ويسعد يعظم كدوات من هابينس زادة ينعم سيدك كدوات من هابينس لكرونيكر الكل حتى سعدي معناتها فوالا حتى سعدي هابينس خمت فيه دونك وباش تهدي لكم وظهر نوفل دي مارك عالميه معناها تحسها من لا نعيمه لا مش صحيح اللي قدامكم الكل ونحب نفاجئكم ماركات تونسيه وماركه تونسيه جديده عملتها هابينس في لي دو جام هذه القدام تو هذه ماركه تونسيه اي تو نحن نصنعوا البارفان في تونس نافل شبالني ولينا مع هابينس نعم لحظه بالحق ولينا نصنعوا البارفان في تونس خاطر الناس مش مصدقين معناتها البارفان تشوفوا دونك هذايا علاش معانا سي بلال ديريكتور ماركتينغ مدير تسويق هابينس باش يحكي لنا مرحبا بك سي بلال اهلا وسهلا سي بلال يا الزعاج سي بلال دونك مبروك المجازان جديده رينا هابينس بلوك جديد محلاه الكونسيبت اللي شفناه في المرسى كنا نشوفه في فيتير ياسر مضخم لوكسيو برشا وفيه لا نوفيل كوليكسيون دو بارفان واللي باش تحكي عليه انت اكثر الكوليكسيون دو بارفان التونسيه اي سا يفضلك ميرسي بور لانفيتاسيون دونك هابينس حلت في المرسى لو كونسيبت جديد في سيدي عبد العزيز دونك اون ديفولي ا سيت اوكازيون لا نوفيل جام تاع البارفان تاعنا اللي هي فيها دو جام هابي فراغرونس اللي غود دامور دونك هابينس عندها 23 سنه حاضره في المارشي التونسي دونك من الاولين اللي خذينا سيرتيفيكاسيون ايزو 9001 طورنا لي برودوي اللي نخدموا فيهم عملنا دي زيتود في المارشي باش خلطنا وحضرنا الجام هذايا اليوم اون فا لا بريزونتي دونك اون فا كومونسي بالهابي فراغرونس دونك هابي فراغرونس هي جام دو بارفان فيها 190 ريفيرونس فيها لو دو تواليت فيهم 120 اللي عندك 120 ريفيرونس ابخي دي زيتود في المارشي التونسي اخترنا 120 ريحه في الجام هذايا باكاجينغ جديد غلوكينغ تلقاو الشوا اللي يحبوا عليهم الكل دو بلوس خرجنا حاجه جديده في الجام تاعنا في المارشي لوت بارفان دونك لوت بارفان فيه 50 نوت vu le choix نتاع التونسي والمناخ في تونس اون جينيرال دونك خدمنا على دي جام جدد في لوت بارفان يلقاو زاد الشواء اللي يحبوا عليه توجور افيك دو كونتونونس 50 ام ال و 100 ام ال اوم اف من الحاجات لوت بارفان خاطر اقوى يبدا هذاك على الشقه اكزاكتومون والحاجه الجديده وين لو دو تواليت بور اوم هذه التواليت بور اوم هذه مزيانه زاد كاميرا على روحك انا دونك في الجام الجديده فما حاجات يهبطوا في المارشي التونسي لاول مره كيما الكوليكسيون بريفي لا كوليكسيون بريفي فسرناش معناتها لا كوليكسيون بريفي لا كوليكسيون بريفي هي سي ان كوليكسيون فيها 14 نوت كيما الماركات العالميه الكل فيهم دي كرياسيون حصريا تلقاوهم عندنا في هابينس هذه كوليكسيون جديده نحن مراهنين عليها يلقاها اي كونسوماتور اوم اي فام بيان سور فما دو كونتونونس كالعاده 50 اي 100 ام ال اوم اي فام والحاجه الجديده فيها اونيسكس لحظه Unisex Exactement. جديدة هذه هي معناتها للزوج للبنات ولا ولاد يعطي اكثر شواء للنساء مش هكاك المراه تقول لراجلها شبه ريحتك بارفانت بنات لا شيء اكثر شواء كل واحد وين كل واحد وين يلقاها تصلح اليونيسكس كولتور جديده كولتور جديده كيما الكوليكسيون بريفي هذوما سي دي نوت فيهم دي كرياسيون سي دي نوت رار دونك يلقى تلقى شواء اوم فام بالبارفان اللي يناسبك انت ويناسب البو ديما نحكيو على البو دونك هذوما براتيكمون شنو فما في الجام فما حاجات اخرين ان برودوي مراهنين عليه هو بادي سبلاش البادي سبلاش هذا شنو هذا سي ان بارفان بور لو كور البارفان بور لو كور هذا يمشي مش في الصيف يمشي دورون توت لاني سي ان هيدراتون رافريشيسون اوم اي فام كيما المراه كيما الراجل يمشي للزوز بور بلوس دو شوا ان كوفري فيه بادي سبلاش ولو دو تواليت باهي والاخرين اللي ديما ضايعين ومنسيين في البارفانات الصغار خممتوا فيهم ولا لا؟ خممنا في الصغار بيان سور خرجنا اون جام بور انفون دونك البون تاعهم سونسيبل لي زونفون صحيح صحيح دونك خدمنا على الحاجه هذيا عندنا سي ريفيرونس بور لي فيات اي لي غارسون سي تري سونسيبل باش تخدم جام تاع صغار دونك وفي المارشي التونسي المارشي ضيق ما فيش برشا شوا دونك نحنا طورنا روايح لايت ويمشيو مع البوم تاعهم كيك لي بارون يلقاو ان شوا لصغارهم دونك في الجام هذا ما يبارفنش معاك ساعات ولدي انا يدور لي على البارفان لا ما يدورلكش اون بلوس يفو بروتيجي لا بوم تاع الصغار البارفان تاع الصغار تري سونسيبل ما تفش في حوايج جينا للرسمي اعطينا فكره على لي بري لي بري دونك هذا الرسمي اللي هم خاطر كاليتي 100% تونسيه وكاليتي عالميه بصراحه في اللي برفانه جربتها نوتخ سلوغون سي ان بليزير بارتاجي دونك سويت اوز ايتود نخدموا احنا في مارشي نتاع تونس اون شوازي دو سورتير سيت جام لا ببري ريزونابل يقرب للمواطن التونسي كيما قلت لك توتي بار ايتود ما تنجمش تخدم باراشوتي دونك لي بري يمشيو في الجام من 5 دينارات حتى ل 59 دينار هكا هاو 5 دينارات تبدا باللوت كولوني اللي حكينا عليها المره الاخرى دونك في الشوا هذا الكل من 5 دينار حتى ل 59
سين دينار سي ان تري بون رابور بري كاليتي كاليتي معناها معناتها يصنعوا حاجه تونسيه ومضخمه سورتو شوف الباكاجينغ معناتها اون دون بليس دو شوا جوستومون نحب تصفيقه كبيره برشا على اللي بخي هذم ميرسي بوكو محليهم الروايح البنينه والبرفانات حتى من نفسية ترتاح اما صديقي قاعد نشوف في برفان جديده قام اخرى مضخمه صحيح ومزيانه شنو هي هذه معناتها طلعنا في الدرجه يظهر لي دونك تو باش نحكيو على ليفل اقوى حاجه حصريه في المارشي التونسي نحكيو على اون كرياسيون دي بارفان غار اي دي كرياسيون نوبل اول مره يتصنعوا في تونس اي دونك هذه لا كوليكسيون دو هابينس جديده اسمها غود امور سي اون كرياسيون rare, très noble, éclase et prestigieuse. Donc, la collection est faite haute parfum, homme et femme. Je vous remercie. C'est un homme. C'est l'homme. Un emballage très luxueux. Riha, Yisr, Benina, ou le Marabishmo, la création, Haja Ochra. Ou le Marabishmo. Donc, le contenu, il est adorable avec un packaging Zadahlo. Je crois homme et femme. Nous avons fait Zadalunis. Ou le Marabishmo. C'est le parfum Tunis, puis nous avons fait Zadalunis, puis nous avons fait Zadalunis, puis nous avons fait Zadalunis. C'est une création très noble. Création du parfum, c'est Haja Fmina Barsha. دونك في الجامه هذه زاده اوسي فما الجود دامور اونيسكس اللي حكينا عليها قبيله دونك نلقاو زاده في البارفان معناها صديقتي هذه شنو هذيك كولوني الكولوني مش اوت كولوني تحطي كولوني معناتها الكولوني حاجه فينو برشا دونك نحن مستنسين على روايح معينه في الكولوني دونك هذايا باغ اكزومبل سيدي عربي يستغل الفرصه صح صح مش خايف كان نزل زيدي حاجه تجرب فيهم في الفري شوب اي تخرج ما تفهمش حتى روايح الكولوني مشكله تونسي في بلاصه ما جرب برفان برك جرب ريحتك ما عادش تعرف اش هي ما عادش تعرفها دونك الكولوني حاجه باش نركزوا عليها شفتوا الامبلاج اللي مانيفيك دونك هذه كلتشر جديده مش موجوده في تونس البارا موجوده سي في تونس قاعده الكلتشر ندخلوا فيها شويه شويه دونك الحاجه الجديده انه لي زانغريديون لي فريغونس جدد كيما باش نحكيو باغ اكزومبل عود افيك بيرغاموت دونك حاجه نوت جديده مش موجوده الكل دي نوت جدد هذه الكولوني في الكوليكسيون تلقاو لو ديدورون اللي هو سان ديدورون سان بارابين سان بريسيون يمشي مع البارفان اللي باش تاخذه دونك سا دون بلوس دو شوا اكثر في الجام اوسي فما حاجات اخرين كيما لي ديفوزور ديفوزور هذايا التونسي زاد باش تلقاو فيه روايح ميوسك بوازي في باكوها تلقاوها تحطوا في الدار هذيك اكزاكتومون سي ان بارفان دومبيونس ان فيت هذا شنو محلاه هذوما زاد هذا سي ان سوليسيون جديده زاد برودوي جديد زاد نراهنوا عليه في المارشي هو بارفان دو بوش بارفان دو بوش هما تخوا بارفان ان فيت في البوشيت هذايا يعطيوك بلوس دو شوا اوم او فام او ليو باش تاخذ اون بوتي دو 50 او 100 ml تاخذ البوشيت هذايا تسافر بها ولا تمشي بها دونك عندك حل تبارفن بتروا برودوي خاتيك على الاخر هذا زاد برودوي جديد نراهنوا عليه في المارشي التونسي كيما هو كيما الكولوني كيما لي ديودورون جدد دونك فما عاد العفسات هذوما الفرن البوجي بوجي بوجي بارفومي الكلهم افيك ان امبالاج لوكسيو الروايح اللي باش تشمهم زاد فيهم سا دون ان انفي باش تشم حاجه بنينه الكل بالميوزك بالعود حاجه تسر بنينه برافو يجيني طول الموضوع تو هذه قام طلعنا فيها الاسوام صديقي الاسوام كالعاده هابينس سامحني يلزم نسال على الاسوام خاطر اهم حاجه الاسوام ديما اترافيغ دي زيتود اون شوازي نحن كهابينس نصنعوا بارفان تونسي لوكسو او ليو دو لامبورتي دونك نعرفوا البودره الشرائيه نتاع تونسي خدمنا عليها دونك الاسوام باش تكون تري ريزونابل باش تبدا من 50 دينار في البارفان حتى ل 90 دينار و 140 دينار في كيلك نوت اكاهو سينو لي برودوي هذوما ديريفي تلقاهم حتى ب 27 دينار دونك هذا البري تري ريزونابل اللي هذه الحاجه اللي تمتاز بها في الناس لو تري بون رابور بري كاليتي ما نجموش اليوم نصنعوا برودوي في تونس ويبدا اكزاكتومون نصنعوا سي تري نحكيو على اندستري هذاك علاش شفنا يعني كيفاش يتصنعوا باش اكزاكتومون هذا برودوي صنع تونس اكزاكتومون الناس اللي تسال رانا نحن عندنا الاندستري نتاعنا اللي هي هابي فراغرانس اللي كل مع هابي ناس دونك نشكروا ليكيب دو هابي فراغرانس الكل دونك سي نوتر بروبر اندستري اللي تخدم لنا دوبوي 23 ans جو دي بيان اي لا يو لا سيرتيفيكاسيون دونك هذا الكل مصنوع في تونس المواد الاوليه التونسيه 100% كل شيء تونسي لا نستوردوا لا نخرجوا عمله صعبه لا حتى شيء انا شوازي باش نانفستيو في بلادنا ونخرجوا ببرودوي خارج تونس يكون على اوتور دونك البرودوي هذا برودوي تونسي وباش نلقاو تري بيانتو اكزاكتو الكاليتي راني انا ننصحكم كمستهلك الكاليتي عالميه القام هذه والاسوام في الثلث في الثلث وفي الرباع حاول معناتها جرب وشوف وراه نقول لك نوفل
بارفان اخرين يشريو فيهم غاليين خاطرهم جايين من برا. خاطر اومبي لا مارك. اما ذا هو السوم الحقيقي نتاع البارفان. الحب تدور بها في هابينيس. فهمتني حتى كي تقول لك خذ لي هذيك تقول لها جيب اربعه عرفت ولا لا؟ بارابور لا جام لوكشوز اي لا نوبليس دو سيت جام راهو لو بري تري ريزونابل بور ان لونسمون في الكوبي زيرو والكاليتي اللي مانيفيك اي فوز الي تيستي سا. ديجا انا وقت اللي مشيت كي حكى لي بلال من الاول قال لي اوفرتور وراهو عندنا دي نوفو برودوي و سي 100% تونيزان كي تخالت وكي شميت رويح الكل كي وليت بالحق هذا سي مون بارفان بريفيري ديما في الساك وديما نعمل بيه. جربت البارفان حصلت بصراحه والكاليتي هو معناتها بينيس البارفان التونسي ولا مش تونسي الكاليتي نتاعهم طيران على الاخر جود دامور محليها جود دامور نسخاتك مش العناوين اللي يعني اللي ممتازين 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 جدا. يعطيك الصحه سي بلال نعاود نقول هذه صناعه تونسيه وهذه اللي فرحانه هذا مصنوع في المخابر نتاعنا ابخي دي زاني دو ريشيرش معناها سي دي كريسيون باش موها كان عندنا دونك جو فولي غوميرسي ا سيت اوكازيون لا جون كريتريس تونيزيان اللي تخدم معنا وطورت الجام هذيا تو لي زومبلوي دو هابينيس العمال لي ديبو ليكيب ماركتينغ كوميرسيال ريسورس هيومان لو جيران دونك ان شاء الله الجام هذيا تعجب الناس الكل نفكروا جوست انكم تجيو تاخذيو من هابينيس مطمئنين بيسكو اوني لي سول اللي عندنا سيرتيفيكاسيون وان شاء الله تعجبكم الجام. ثقه كبيره على هابينيس وبمناسبة اللونسمون زاد هابينيس باش تهدي كادوات للجمهور تصفيق على احلى جمهور. ميرسي بوكو سي بلال ماركتينغ هابينيس وميرسي على الكادو. فينالمون عجبتني شركة رانيا برشا. اوه ميرسي عايشك ديجا مزيت كي جاتني كادو. شركة هذيك ولا كادنا؟ كادو شركة. واه ديامون. كادو جاتك من عند شكون؟ تسكت شوي خلينا نتكلم. مع الفيونسي نتاعي مزيت كي جاب لي كادو. ما تدوش في السد القطري. بالحق عجبتك. كلها ديامون قطر. اي. جاتك من عند خطيبي تعيف الشركة. مش خطيبك انت لا وتعرف راهي بربي امان لبنى التالون تاعي يطلع مع الشركة حاجة ما عندهاش علاقة ببعضها المكياج نتاعي يمشي مع الشركة بكري نلقاها تمشي مقوس هك قلت لها شبيك قالت لي الشركة مرزنتني خايفة لا تسيح راهو معناها هو ليسونسيل انه هي معناها جيت من عنده هو هذيك كلها كلها ديامون هذيك ديامون ديامون هذيك كان جات في الدار ديامون مضروب ديامون بالرسمي يعني اكزيت مثبتة وشكون هالدخفة اللي شرى لك الديامون؟ يا بنتي مثبتة ديامون دخفة واخذ لي الديامون خير مني ما يخدمش الشاب اللي باش ترجع على يمات الشباب ليه نطرة باش ترجع على النطرة وقتاش تتعدى بعد نص الليل وقتاش تكمل داري الديكور تو نعطيك كعبة ليه مش كعبة انا نخطف كذا كامل نستقبلوا ساعة مع بعضنا رمزي هل تعلم مرحبا رمزي I'm not sure.
قبل ما تبدا نحبوا حسينا شوي ستريس ضربنا وتعب نحبوا نسمعوا شوي نسمعوا لافيون روز من عند شادلي في الكاراوكي Des yeux qui font baisser les mains, les miens, les miens. Un rire qui se perd sur la bouche, voilà la portée sans retouche. J'appartiens, oui, quand il me prend dans ses bras, il me parle tout en bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour. Des mots de tous les jours, ils savent me faire quelque chose. Il est entré dans mon cœur un part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il m'a l'a dit, tiens, pour la vie. Ma vie, et dès que je l'aperçois, je sens en moi mon cœur qui bat. Ça. Stop, 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 هاي مثلوا غني غني هاي برا ماشي على المسرح فازي كملونا un rembouleur qui prend sa place les nuits le chagrin d'amour هزوه هذايا عليا un amour et quand je prends dans ses bras ريتها بالغرا ديكا Je vois la vie en rose. Merci, merci. Jacques Brel. Allah, ya Marie, ma. Salak. Jacques Brel. Ah. Anti, Jacques Brel, ya gafel, mouch. Lé, wallah. Oui, tar. Jacques Brel, gagne un gonnet ici, c'est bien. Allah, ya Rahman. Un des travaux qui s'est dit, a veut dire, je maman, ce qui cause de mon tourment. انت غادي عالمي لا عالمي يحكي ويفسر نذكركم اللي عندنا ام موفور في الحصه حذينا رمزي هل تعلم لا يقرا في الفرنسي بالغالب بالغالب شو شكون عاد يا عبد شو شكون عاد يحكي على الفرنسي تقرا في الفرنسي بالغالب شو شكون عاد مولير المثنيني البلابي يعظم على هرقمه اي لحظه لحظه اعطيه اربع جمل بالفرنسي خلينا نشوفه كمل كمل ولا تعرف كيفاش عطيني اعطيه هذا الميكرو اجى شيء على الاقل انا اربع جمل هاش تقولي لا في غموض تفضل خويا تفضل عاد الفرنسي عاد غني فرنسي على روحك كي بير سير بوش فوالا لا بو سون روتوش دو لوم اكل جابري ابري كي اون يو برون دون سي با Il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tout le jour, et ça fait quelque chose. Il entre dans ma cœur, un porte de bonheur. De connaître le cause, c'est lui pour moi, moi pour le don la vie. Il m'a le dit, il jurait pour la vie. على مولير. الله يرحمك يا جون جاك روسو. هل تعلم انك هلكتها؟ الله يهلكك. لا وباش عرفته هلكتها؟ طارق متقلق على مولير.
يا عجبك مخنوق مخنوق غني ايه ما يردها ما مغلوط تقل شويه من من شيء لا يقولها له استنى دون لي برا هذيك دون لي با قال يعطيك الصحه شكرا يعطيك الصحه رمزي ميرسي بوكو مرحبا بكم ديما فياج معنا كل نهار ثلاثة بالنوفوتي والربح تلقاو عنا بروغرامات هبال والأسوام ما تخطرش على البال مع ديما فياج تحب على فياج عمرة ريزيرفاسيون دوتيل ولا بي دافيون عند ديما فياج تلقى أحسن الأسوام راحة البال وخدمة عال العال ديما فياج ديما مسافر ديما زاهي تذكروا باجولد الفياج التركيا شحكينا عليه اللي فيه برشا جو تفرهيد واكتشافات سياحية وثقافية نكتشفوا مع بعضنا توا كيفاش كان الفياج خاطر مع ديما فياج مش كان كلام حتى الفعل شوفوا مع بعضنا كان بيلي سخنا عملنا جو بيه تركيا بروجرام هي بكل شيء حلو على الاخر سفانجة تفتح على الاخر بروجرام بيه سيرفيس يعطيكم الصحة هو البروجرام ياسر حلو اما خليونا ديما في بورصة وسفانجة مع ديما فواز ديما فواز بصراحة ياسر طيارة وانتريسون الواحد يستمتع وينحي فيه ستريس عام بروغرام ريش بصراحة شكون مشي لتركيا أنت إيران مشيت البورصة سوختو لي تيليفيريك الجو غاديكا محلي ثلج الناس محليهم كل شيء طيارة مشيت البورصة طارق لا لا أنا مشيت لأنتاليا واسطنبول ولا ليلي نعود نذكركم بما أنه الباك جولد لقى برشا نجاح واللي مشاو روحوا فرحانين كما كنتوا تشوفوا زاهين ديما فياج حبت تودكم برحلات جديدة إضافية في شهر جانفي وفيفري وتزيد تدللكم كما عوايدها عملت لكم تخفيض بقيمة 200 دينار للشخص الواحد دونك حاجة هايلة برشا نحب تشيق على ديما فياج دونك شوف ما زلتوا تخموا ما تفلتوش هلا فار اضمن بلاستيك اطلب ال 50 50 80 65 نعاود 50 50 80 65 وما تنساوش اللي مع ديما فياج ديما مسافر ديما زاهي تحب تشارك معنا في اضحك معنا مع ديما فياج ما عليك كان تعمل جيم بارتاج وتاجي خمسه من صحابك ديما فياج ديما مسافر ديما زاهي مرحبا بكم في وقاية اللعب والربح مع ديما فياج نستقبلوا توا زوز متباريات مريم الرفرافي وميمة دربان مرحبا عسلامة
مرحبا. شنو احوالك؟ انت يا مريم؟ ايه. وانت اميمه. مرحبا بكم، تفضلوا. دونك واحده باش تربح معنا اقامه شخصيه في اوتيل 5 اتوال، واحده ان بون داشا من هدايا ديما فواياج. تنجموا تستعمل انت مريم الفريق هذا، وتنجم تستعمل الفريق هذا. اما بجاه ربي ما غير التشويش. باهي، كل واحدة باش نقرا عليها ثلاثة أشعار ولا فازات على الدول، وهي لازم تطلع الدولة. دونك شكون يبدأ؟ مريم ولا أميمة؟ بينات بعض. نعطيه الفيتو ميسيا الشباب. يلا تبدأ أنت أميمة. ناسها باش تطيح مغرومين، أفلامهم في التلفز موجودين، كان واحد تضربوا كرهبة يشطحوا بالفرحة 20. شني البلاد؟ الهند. أميمة قالت الهند. والجواب صحيح. واحد. مريم، تحكم فيهم مرأة كبيرة من نظام يخليوك في حيرة، وبلادهم غنية وكبيرة. مريم، نجم تستعملهم مرة؟ اش نستعملهم؟ نستعملوا الفريق مرة. شكون يعاونها؟ لونجلتير. نفسها. انا بصراحه ما نحبش نتكلم، ما نعرفش. لونجلتير شنو هي؟ مش يلا شنو جوابك؟ استنى قول لونجلتير. لحظه شنو جوابك؟ باهي نقول انجلتير. عملوا ما نسالش. انا نجم عاونها. لا هي قالت لونجلتير. انت مش ذولي المانيا. المانيا. شنو المانيا؟ ميركل. انجيلا ميركل. معناتها نظام ملكي في الاخر، ما تسماش تحكم ملكة لونجلتير. معناتها وعندها نظام وبلاد منظمه واشهر بلاد في الاوروب للاسف. دونك الفريق ضعيف. بلاد كورجيه صحاح، كاس العالم تربحوا بالمرتاح، وعندها ابن قهوه الصباح. دور 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 دور. المانيا. شتور لنا؟ اش بيك؟ البرازيل. البرازيل. جاوبت قالت المانيا وميمه. والمشكل والمشكل انه مريم زدت كي جاوبناها المانيا، معناتها خطا تقدير. سي با غراف، نمشيو للثانيه. يموتوا على عرك الثيران، فيها زوز جمعيات كبار اما عديان، سكنوا حذانا في قديم الزمان. نقولوا اسبانيا. والجواب صحيح. واحد واحد. رئيسها سمين وخشين ومعروف ماهوش حنين، رد بالك تغش ويعملك طاجين. تجاوب وحدك ولا يعاونوه؟ يعاونوه. كوريا الشمالية. كوريا الشمالية. تاخذوا الجواب ولا لا؟ لا. تاخذوا الجواب ولا لا؟ والجواب صحيح. 2-1. شعبها شطر وفنانين، وشطر الاخر بالكرة مغرومين، ايام التالي في ربحناهم في الفولي والاولمبياد ماشين. يلا باش نعطيك توا 5 ثواني يلزمك تجاوب فيهم. يلا مريم وفي الوقت. بنحطوا الجزائر. الجزائر. مازلنا كي ربحناهم في الفولي. مصر. مبروك الأميمة، انت ربحت الإقامة. زوز من الناس في اوتيل 5 اتوال من هدايا الفواياج، ربحت بون داشا 100 دينار. ميرسي بوكو. ميرسي أميمة. ميرسي مريم، نورتونا. كل انسان متشوق للعمره ويحب يزور بيت ربي، عمره 4 فيفري 2020 ب 2950 دينار، تدفع 50% والباقي على 4 اشهر، فيها الاقامه 5 اتوال والنقل المجاني، وباش تكون عمرتك في احسن الظروف وصحتك امانه بين يدينا، خصصنا لكم مرافقين اكفاء 24 على 24 معاكم لحظه بلحظه. لجميع تساؤلاتكم كلمونا على 50 50 80 58 والا 50 50 80 51. وشكون كيفي ما يتمناش عمره؟ انا اخترت ديما فواياج، خدمه ومعرفه باش العمره نتاعك تتعدى في احسن الظروف، خدمات راقيه مع مرافقين من اهل الاختصاص، السكنه بجانب الحرم المكي، وانت اذا كنت تحب تكون معنا من توا احجز بلاصه ليك ولا للعزيز عليك، ديما للرحلات محترفون في خدمه ضيوف الرحمن. تعمل ريزرفاسيون ولا تقص بي اون لين، يلا تدخل توا على السيت ويب ديما فواياج .com باش تعرفوا ديما فواياج في الفون، تدخلوا على الباج اوفيسيال ديما فواياج تونيزيا ولا الانستغرام ديما فواياج .tunisia. ديما فواياج، ديما مسافر، ديما زاهي. نتقابلوا الجمعه الجايه. www.dimavoyage.com السيت اللي تنجم تدخلو وتشوف جديدنا في الفون.
réservation d'hôtel, billets, voyages organisés, Omra, circuit en Tunisie ou même les actualités. Et à la خاطر نحبوا ندلوكم ونخمو في راحتكم وما نتعبوكمش ديما فواياج عطاتكم لاكسي تدخلوا على سيت في الدار ولا خدمه ولا في اي بلاصه موجود فيها تريزيرفي وحدك وتخلص اون ليني زاده www.dimavoyage.com وتنجموا تكلمونا زاده على 50 50 80 61 ديما فواياج ديما مسافر ديما زين. بعد الفاصل نمشيو الكاراوكي نعطيكم توا شنو صار. عندنا اخبار غريبه صارت في تونس انتم تقولوا لي شنو صار. يلا. مرضى بالمستشفى الجامعي محمد الطاهر المعموري بنابل يعالجوا في قسم الانعاش. شنو صار لهم يا لبنى؟ لقاو فأر. ما تقوليش عاد. شنو صار لهم يا مريم؟ شنو صار لهم يا مجد؟ لا ينام في ال انا ما نحبش نحكي على العباد وهم ماهمش موجودين. يا اخي قلت لك سبهم يا مجد صراحه. شنو صار لهم شاد؟ قص الاكسجين هذيك بتاع. لا لا براو براو. يا ابو طويل لا يا ابو طويل لا تعال تعال شبعك حب شبعك. يلا 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 تعال تعال شوك فيه صاحبي الدنيا مريقلة. حلو يا فرحت بيك ولا والله الحقيقة خجلان على نفسي يا ولد. شو سويت معي الحلقة الفارطة والله عملت الواجب يا ولد. والله حقيقة مش تحب تشتغل معايا يا صاحبي اعطيني من الاخر شيء تحب تشتغل هذا الاسبوع يعني شايف اشتغل يعني حابب اشتري شوية اثار يعني اثار نهب لك اثار حنا بعد بيدو نجيبه لك حي نبيعوا لك حلو نهب لك اثار نهب لك اثار شد عندك هذا يا صاحبي. شو هذا؟ تضحك على بوتا ولد بيع القصريه شو هذا يعني؟ قصريه هذيك صخيبة كيكة جاية قصريه هذيك قصريه تحنا بعض محنا باكي عنده تبول لا ارادي فهمتني؟ مشي اخوه يا ابوها ملكار هز معها كرطاج بيرسا وسلامبو مشو ثلاثة خذوا له منا واحدة فهمتني من الياسين نتاع كرطاج قبل شنو له يا ابو طويل والله بيها فهمتني؟ حلوة راهي حلوة ابو طويل ركز معي والله حلوة حلوة على الاخر تخوها قد تصوم قد تعطي فيها؟ ايش يعني تسوي بالريال ولا بالدولار؟ بالدولار بالدولار ابو طويل وايد دولار وايد حلو 3000 3000 مليون دولار ابو طويلة تهزها تو شيلها يا ولد امورك من رجله عندك هذا يا صاحبي. ايش هذا؟ ما تحبش نحكي برشا على البرودويت نتاعي راه شدك ايش طلع شنو هذاك؟ شو هذا؟ هذا يعني؟ المشمع كانوا يفرشوه الحنابال كل ما ياخذوا القصر هاي فهمتني؟ حلو والله حلو وايد حلو يا هب الهبشة حلو بس الحقيقة يعني اقول لك شيء يقعد يعني بيناتنا قول الوالدة كانت تسوي لي نفس الشيء مشمع وانا صغير يعني انت كان عندكم مشمع؟ انت ماما باش متاع كهرباء ليش يا ولد؟ طول هذا كل مشمع به شد عندك هذوما الساعة هذه يعني كلاس حنبال؟ لا هذيك متاعي انشرها خاطر انت قريب للشمس يشيخوا في الشعر فهمتني؟ والله من الاخر صاحبي باش نعطيك سربريز سربريز هذا يبقى لك شيخ حلو تشري هذاك؟ هذا الاسمراني؟ اه يعني كل اسبوع يشتري الاسمراني يا ولدي هذا؟ يدي مخك يقف راه ما تخيبوش هكاك يجي بحذايا يا فنان تفضل ما تخيبوش عادي لا اي شكل طلع هذا شني بس انا يعني هذا شو دخله في الاثار يعني هذا شو دخله في الاثار هذه الاثار كلها كيف يعني؟ هذه الاثار ريت حنا باع الموز ضم على روما ها؟ في مريقل حلو في فيولا هذا اللي كرهه الفيولا فهمتني هذا جندي من جنود حنا باعل هو ماشي من روما في الثنية نعم عنده هو وقف بالفيلم هذا ليش ما ماتش يعني لو كان يعني حنا باعل عنده موضوع خلينا نفسره لك ابو طويله لحظه عنده موضوع هم ماشيين بالفيولا سيرة المغرب ما غاديك باش يدخلوا من تيل فهمتني وقف فيه في الدخان بالفيلم تاعه هبط فيتوه وزيد الفيلم تاعه ما يفوتش دوزيام تروازيام اخرته هذاك فهمتني عنده مشكل في المباريات يعني دوك ولا خويا اخوه ولا جندي من جنود الحرب كيفاش كنتوا تحاربوا قبل؟ احنا قبل ما كانوا يعطيوا دق طبول الحرب دق طبول الحرب نعم. احنا قبل كانت الحرب نتاعنا كيف نبداوها بالضبط نبدا وتبدا الحرب تبدا الحرب بس ايه يعني شو كان يسوي قبل الحرب هذا يعني لما مشتري يعني شو كنت تسوي قبل الحرب؟ انا من بيت الحرب انا يبدي حارب خويا هذا النشيد الرسمي للحرب يعني النشيد الرسمي بتاع الحرب بتاع حنا باع القبل خليه بميكرو من غير ميكرو من غير ميكرو من غير ميكرو بيت نحارب من بيت نحارب تكيف خويا للموت للموت نتكيف خويا للموت بتبيعتي غارب شعندي نعطيكم غير الصوت الباقي طالع البيت الصوت اعطيك الصوت اعطيني الصوت ايه تشتريه ولا
22 مليون دولار. هذا سؤال ما ينسأل لابو طويله. اشتريه يا ولدي. مبروك عليك. هز عايش. يلا يا سعدي هزوا سعدي يا حلو. سلام عليكم يا ابو طويله. تعال يا ابن الحلال بس لك منطي مجال. تعال 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 شبعك حبه شبعك تنال. تعال يا ابن الحلال بس لك فيزا نقرأ الأخبار قبل الفاصل. مرضى بالمستشفى الجامعي محمد طاهر معموري بنابل يعالجوا في قسم الإنعاش. شبيه طلع فاسد. حطوا لهم الدواء. خلاص ودك للمكتب. هذا مو شغال يعني سلعة. والله يا ولد سلعة ما يدنشينا سلعة. يلقاو الدواء في المستشفى، يلقاو الدواء محطوط في قوارير مياه بلاستيكية في المستشفى الجامعي هذا. فما خبر آخر، بنية صغيرة طاحت جبينها تحل وجرح غارق وختيل وما خلتهمش يغرزولها. شنو اللي صار؟ باش نقرأ لكم الخبر طول. جات الطبيبة بدأت تغني لها وتنفخ في الجندويات، ردتهم من بيل وغرزوا للطفلة وهي تضحك. عنا تصويرة هذا مش أقولك جابولها على الجندويات. عنا تصويرة ولا لا؟ أذوكم أمبوليت جواندويت نفختهم ردتهم أمبيل ومدتهم للطفلة بس ريك البنج. والله في المناسبة نوفل أنا مشيت لمماتي إن شاء الله لاباس. قول لها السبيطار الرابطة والله العظيم أقسم بالله عيطولي في السبيطار الرابطة نواجه لهم تحية لكل خاطر محلاهم يخدموا على رواحهم. قال لي يخدموا نوفل لابسين حوايج كيفنا هكا نورمال ما عادش يلبس. قال لي البلوزه. قال لي خويا تعرفش عليها تلحم تو مومون سكرك البلوزون نقلب على روحي. قال لي خويا مخك يقف راه يوري فيه في البلونكار هذيك ولا شعيطولها بالحديد يعملوا لها في الواحد شعيطول بالحام يلحموا فيها. معناها انت كي تبدا فوقها مريض تبدا عامل لك عكوتيزو هكا نوفل عرفتها هكا انت التالي وساقك الفوق كيف صعدة تعربت هكاك بالضبط. دونك بالحق الرجاء التفاته من وزاره الصحه. كمل الاخبار الاخر. اهالي جلمه عملوا تحليل الماء والقوه غير صالح للشراب والفاتورات تجيهم غاليه برشا. شنو اللي صار؟ قرروا يرفعوا حتى هو الماء نتاع السباله. قرروا يرفعوا قضيه بالسنه. يتمضغ ماء السباله. تجوع تمشي تشرب كاس ماء من السباله. في الدنيا كل جفال وتراب وكالكير وسخ. والله تقعد حاجه برشا مواطنين قبل نوفل يهزوا ماء السباله زعما كانوا ملقاو في بير ويقول لهم راهو غير صالح للشراب. فهمتني معناتها ديجا هو الوعي موجود اما الدنيا ما تبدلتش. يلا فاصل ثم نرجع لكم في الجزء الثاني من اضحك معنا.